انفو خلفوش مفنوتي كنا تشي امبيجوك انتي في اوش اتفسين. بنعمة ربنا النهاردة هناخد تكملة الدرس اللي فات. بسرعة كده نراجعه معا. أبس. في السريع احنا اخذنا قلنا في الامر في الكوماند او الامبيريتيف مود قسمناهم مجموعات. المجموعه الاولى ممكن استخدم نفس الفيرب اللي هو في الصيغه الخبريه كامر، زي قلنا اشيل واوش وصاجي. الجروب الثاني اخذنا فيه اللي هو ضفنا له حرف آ، وطبعا زي أوش أناف. الثالث المجموعة الثالثة ضفنا لها ما، زي وجاي منها ما تروح ما تيجي ما تعمل الحاجة الفلانية بالمعنى العامي. فأخذنا لها كذا اكزامبل قدامنا، ما طوف وما طالتش، ما تيه وما شي. نمبر فور قلنا ان الفيرب الكومباوند من تي، بشيل تي واحط الامر بتاعها ما، وخدنا امثله ما زي تي هاب ما هاب، تي او يعطي مجد ما هو مجد، تي از هو ما از هو يعني علم او درس. واخدنا برضو نمبر فايف وقلنا ان تي لوحدها بمعنى يعطي كل الصور the forms of the verb كلها بتاعتها، او الثلاثة الاولانيين يعني اللي هي الابسوليوت كونستراكت والبرومينال، كل واحدة في الصيغة الخبرية ليها صورة في الأمر. فقلت تي اللي هي الأبسوليوت اللي هي الكومبليت، الأمر منها موي، تي اللي هي الكونستراكت الأمر منها ما، تي تاني اللي قدامنا شكلها دي اللي قدامها شرطتين مايلين الأمر منها مي. وأخدنا أمثلة وكده احنا اخدنا دول. النهاردة هنكمل وهناخد بقية المجاميع. عندي فيرب مشهور جدا اللي هو تشي، تشي تو تيك بمعنى يأخذ يعني. احنا المألوف عندنا الأمر منه برضو تشي، لكن ليه صور في الأمر تانية وإن كانت مش كتير منتشرة أو مستخدمة، لكن لازم نعرفها. في بقى الأمر هنا مش حسب صورة الفعل، لا حسب الجندر، يعني للماسكولين سينجولر بنقول له مو خذ، feminine singular بقول لها مي، والبلورال بقول لهم مويني. فهناخد الاكزامبلز اللي هي بتأيد هذا الكلام عشان اقول لكم انها فعلا جات في نصوص كتابية. قال له مو ايه نيكس خاي، خد صكك خد كتابتك، الايصال اللي كاتبوا عليه يعني. ووز خاي ايه خمني، واكتب 80. هو هنا بيكلم singular
مثلا، فقال له مو. طيب المجموع او البلورال، موني ايروف، خذوا اياه، انتوتين، انتم اشف، اسلبوه. موني ايروف انتوتين، خذوه انتم اسلبوه. ولكن الأكثر شيوعا هو استخدام الفعل تشي في صيغة الأمر، زي حاجة احنا عارفينها كلنا، شي أو ووم، خذوا كلوا، فاي غار بيبا سوما، هذا هو جسدي، شي سو ايفول، خين فاي، اشربوا من هذه، كلكم تيروا. ده بالنسبة لverb to take، يبقى هو بيستخدم برضو زي الصورة الخبرية، وليه طريقة تانية في الأمر بس حسب الجندر، حسب مفرد مذكر، مفرد مؤنث أو جمع. كده ناخد اللي بعدها. اللي بعدها بقى دي عايزين نركز فيهم كويس، وسهلين جدا، وانا عاملهم لكم تجميع ورا بعضها. 3 افعال شكلهم زي بعض تقريبا، وال3 افعال زي ما خدنا في فيرب تي، ان لكل صورة في الانديكاتيف في صورة في الامبراتيف. فال3 أفعال دول إيري وأولي وإيني. إيري to make، أولي to carry أو to remove، إيني اللي هي to bring أو present يعني. ناخد ونشوف ايه الصلة بينهم، هتلاقوها الشكل تقريبا واحد. ايري الابسوليوت فورم، اير الكونستراكت فورم، الاي في البرومينال فورم، ده في الانديكاتيف. طيب الامبيراتيف بقى منهم، وكل صورة ليها برضو امر. أقول أري أوي، طبعا إحنا فهمنا يعني إيه أبسوليوت، يعني ممكن تيجي لوحدها، أو لو أخدت أوبجكت، لو أخدت مفعول، لابد إنها، إن إحنا بنسميها كاملة كومبليت، لازم تاخد حرف رفع. وبفكركم برضو الكونستراكت فورم، قلت في شرطة يعني لابد أن يأتي بعدها مفعول به فورا. ففي الابسوليو في الانديكاتيف اير الأمر بتاعها أري، وآي اللي هي البرومينال الامبراتيف بتاعها أريت. أريت نفس الاسطمبة هنلاقيها أولي إيل كل ألي أوي زي ما خدنا ألي أوي ألي زي ما خدنا أري أليت زي ما خدنا أريت إيني إيني أني أوي أني أنيت. فال3 أفعال دول نحفظهم، هنلاقيهم نفس الحكاية. نشوف بقى، يمكن انتوا لاحظتوا انه في الصورة الضميرية في حرف طف ظهر، ما هوش كان في روت الكلمة. أريت أليت أنيت، في أفعال في صورها بيضاف لها حرف طف، واللي يعرف قواعد
عربي كويس، في حاجة عندهم اسمها نون الواقية، اللي هي زي كلمة ضربة، ضربه، ضربها، ضربهم، شايفين يعني؟ جبت بس الضمير بتاعهم. اجي عند المتكلم اقول ضربني مش ضربي، ف دي تشبه كده، حاجة زي كده. ف كمان في صور اللي هي مش imperative، indicative برضو، في الصورة الضميرية في بعض الأفعال زي ما احنا شايفين دلوقتي، اللي هي I و all و in في الصورة الضميرية. بعض الصور الضميرية من هذه الأفعال وبعض الأفعال المماثلة، في أفعال تانية طبعا بتمر علينا، بتاخد حرف طاف قبل ضمير المتكلم المفرد والجمع. يعني ما أقول مثلا، أقول أفأيت هو جعلني أو عملني، أفأيت إن أولاوس إف سويت جعلنا شعبا مجتمع، أفأيت أهي في حرف الطاء، أفأيت جعلهم. ده الكلام ده في الصورة الخبرية، لكن في الصورة الأمرية موجودة لازم في كل الضمائر، سواء أنيت فأنيتس، أنيتو، أنيتك، أحضرك، وهكذا. هنشوف في الأمثلة، عشان كده أنا جايبة لكم أمثلة على كله، وهي الأمثلة اللي بتثبت. نشوف مع بعض. أوه أري أوي نيمان إن أومس نائت. أري أوي هنا الإمبيراتيف وكونستراكت، قصدي أبسولوت، من الصورة الكاملة، أخدت ضمير، أخدت أوبجكت اللي هو معروف، وحطينا لها حرف ربط. وطبعا الصورة الكاملة ممكن تنفصل عن الأوبجكت بأي حاجة. اصنع معي، جات كلمة معي في النص، وممكن على طول أقول أري أوي إن أوم صنعت، اصنع معروف. لكن لما بيجي في حاجة فصلتهم عادي خالص، غير الكونستراكت فورم لازم فورا يترتب عليها مفعول به ومن غير حرف ربط. ناخد مثال للصورة الثانية اللي هي كونستراكت فورم، شايفين؟ أري فاميزي، الأوبجكت فاميزي على طول دايركت معاها جنبها without connecting article، يعني ومن غير حرف ربط. أري باميزي، اذكرني، اصنع ذكري، فوتان أكشن إي خنتك متقورو، متى جئت في ملكوتك. وعلى فكرة احنا هناخد ده لاحقا في الشرط، لكن معلومة هقولها قبل ما يجي أوانها. متى جئت مش إذا جئت، لأن أكشن دي بتستخدم ليها conditional وتستخدم temporal، يعني زمنية وشرطية، فالناس بتخلط على طول وبتخليها كلها شرطية شرطية. لو قلنا اذكرني إذا جئت في ملكوتك، يعني قد يأتي أو لا، لكن دي بيقول لك متى جئت، اذكرني متى جئت في ملكوتك.
ناخد مثال على الصورة اللي هي برومينال فورم أريت، اجعلني مفريتي إن واي مثل 1 إنك ريم في كي أجراءك. ريم في كي يعني أجير، يبقى اجعلني كأحد أجراءك. يبقى أخدنا أري أوي، أري أريت، أني أوي برضو الصورة الكاملة، هاتوا أو احضروا إن تنت بنوي مواشيكم، أوو إن تعطيني وأعطي لكي أعطي، أويك خبز نوتين لكم، احضروا مواشيكم فأعطيكم خبز. ليه كده؟ تقري على ايه؟ طيب ناخد حاجة على الصورة الناقصة، اني تكشيري ني امناي، قدم ابنك لي هنا. اني تكشيري، شايفين الاوبجكت تكشيري جت ورا اني على طول، ما فيش فاصل وما فيش حرف رفع. في جي يعقوب جي أني تو هاروي، فقال يعقوب قدمهما إلي. ناخد الفيرب أولي، ألي أوي امتك شلوك ومشي، احمل سريرك وامشي. أليتس احملها، ميس اعطيها، شايفين ميس خدناها قبل كده في الدرس اللي فات في الصورة الضميرية من تي، ميس برضو برومينال فورم في تي، أليتس احملها، ميس اعطيها، نقولهم ايجوي نيمات عني وعنك أو معك. وضحت كده؟ خلصنا اللي هو الثلاث أفعال، إيري أوري إيني، بصورهم في الصورة الأمر، صورة الأمر، الصورة الأمرية يعني. ناخد الحالة اللي بعده، ودي مرت علينا وانا كنت بتكي عليها، واقول لكم يا جماعة هنستخدمها فيما بعد تاني. فاكرين الفعل في زمن ال affirmative future، في زمن المستقبل المؤكد، قلنا من ضمن استخداماته كأمر، فاكرين الـ emphasis future؟ إك إيه من ري فيك شفير وو إك إيه مستيبك جاجي، تحب قريبك وتبغض عدوك. ولو رجعنا للدرس ده هتلاقوا نفس الإكزامبل. افتكروا برضو سورة التمني، عشان كده بقول لكم احنا بناخد الدروس مترتبة على بعضها. اعطينا درس التمني، صيغة التمني قبل ده علشان انا هستخدمه. برضو قلنا بيستخدم كصيغة امر، وقلنا بيستخدم صيغة امر وجوبي او امر مؤدب. لما بنقول مارن شبه متنطط في امبريفل، نشكر صانع الخيرات. فلما بقول لك ماري كيمسي فلتجلس، يعني حاجة مؤدبة كده، مش فهي برضو خدنا ماريف توفو الجي تكران، ماريس اي انجي
تكمة أورو. ماريس برضو المفروض تكون ريد كولر بس ما نسيتها. يبقى فل يتقدس اسمك، فل يأتي ملكوت. آخر حاجة ودي سهلة، في أفعال، عندي 3 أفعال ما يجوش غير في الأمر بس، ما لهمش الانديكاتيف فورم، كلهم امبيرت. ازاي؟ لما اقول لواحد هات اللي معاك وروني كده، هيجي منها جملة خبرية ازاي او فيرب خبرية ازاي؟ ما يجيش. لما اقول هيا بنا برضو على طول في الامر بس. لما اقول تعالي او تعالى برضو ده امر على طول. فال3 افعال دول بيجوا في الامر بس. فعل افس هات، قال له هات ايدك وحطها في جنبي. طبعا هو بالعربي ما بيقولش هات، بيقول مد، لكن هي المعنى الحقيقي هات ايدك وحطها في جنب. يبقى الفيرب افس يجي فقط في صورة الامر. مارون ليتس جو او على طول. مارون اتي يوزي اون، هيا بنا لليهودية. أيضا فيرب بقى تعالى، طبعا واضح حتى بالعربي، تعالي تعالى تعالوا. فهو أمو إمناي، تعالى إلى هنا. أمي إمناي، تعالي لهنا. أمويني إمناي، تعالوا إلى هنا. يبقى الأفعال دي ما تجيش غير في صيغة الأمر. أفس، مارون، أمو، أمي، أموين. أعتقد كده الدنيا وضحت. اتكلمنا على 10 حالات، بصيتناهم شكلهم 10 وتحسوا إنهم كتار، لكن أعتقد إنهم بالنسبة لكم مفهومين. نشوف أمو أمو أمي أمويني بمعنى كم. لو قلت أمو إخون كمين، ونفس الحكاية أقدر أستخدمها أمي إخون أو أمويني إخون. أمو إيفول كم أوت، أمي إيفول أمويني إيفول. أمو إبشوي كم أب، اصعدوا تعالوا اطلعوا فوق. أمي إبشوي أمويني إبشوي. أمو إبسيت كم داون، انزل انزلوا انزلي. أمي إبسيت أمويني إبسيت. لازاروس لازاروس أمو إيفول، تعال البر يعني اخرج. بنقول برضو في القداس أمويني مارين وأشت انت ترياس، تعالوا لنسجد للثالوث. وكتير خالص هتلاقوا ألفاظ في التسبحة في القداس، حاجات كتير من هذا القبيل. أعتقد إن كده إحنا غطينا درس الأمر من كل الجوانب، ولا أعتقد إنه بقى صعب. حد ليه سؤال؟
اون وشيني ماف. معلش يا دكتورة مريم، معلش انا بس ما فهمتش اللي هي الحتة بتاعت هات ايدك افيس دي، مش عارفة، مش راضية، مش قادرة افهمها. هات ايدك، هات ايدك معايا، هات لا ايدك الفعل حطها في نفسه، جنبي. الفعل نفسه جاي من ايه يعني؟ جاي من يعني هو كده، هو الفعل ما الاصلي بيجيش بتاعه ايه؟ غير، هو ما بيجيش غير في الامر. ما احنا قلنا الثلاث افعال دول بيجوا في الامر، ما لهمش فعل في الصوره الخبريه. لما اقول لك تعالى هتقولي لي جاي من فين الفعل بتاعه؟ تعال، اه يعني هو الفعل، هو يعني ده مش الصيغة بتاعته، مش صيغة من هو هو ما بيجيش غير بصيغة الأمر. هيا بنا، هيجي هاتيلي حتى بالإنجلش، مفيش في حاجة كده شكلها أمر فقط. احنا جمعناهم ثلاث حاجات، تعالى تعالي تعالوا، وهيا بنا، وهات، هات يدك. انا حابه اقول لكم معلومه برضو من ضمن، يعني انا زي ما انا كاتبه هو في المقدمه بتاعه الكتاب، ان دي كلها مجموعه ابحاث بطريقه ابحاث. يعني انا في كل درس بعمل له بحث. افز دي جت مره واحده في الكتاب المقدس في هذا الموضع ده بس في العهد الجديد، قال له هات ايدك حطها في جنبي. ده كبحث يعني، لكن ممكن نستخدمها عادي احنا في المحادثة. هات الحاجة دي، يعني خدي لما اللي اكون بالكم. عاوزة اقول هات كوباية اقول افس افس افوت. لا إيني بقى، احضر، واخد بالك، هات ايدك معايا، يعني كأنك ساعدني. اللي بنقولها بالعامية يعني، هي لابسة فيها الكلمة العامية أكتر، لكن زي ما بقولك إنها جت بالعربي الفصيح، مد يدك. باين هو قال له كده بالعربي، بالتالي في موضعها مش فاكرة، قال له مد يدك. فهي مش مد بمعنى افرد يعني. يعني مش كنا متعودين نقولها مويني؟ اعطي ليا دي مويني، مالها مويني؟ اديني ايدك يعني. لا لا، افوت افوت مو ايه بتقول ايه؟ لا افهمها كوباية تاني. مية، افوت افوت مو اعطيني كاس ميه. اه هي يعني ممكن تدي تقول اديني، او تقول له احضر ليا كاس ميه، براحتك. يعني انت مش بتقول لحد لو سمحت احضر لي، bring to me، او اعطيني، حسب ده اللي انت عايزه. يعني دايما بقول مويدان التكريني، أعطينا سلامك. يس، ما هي بمعنى موي، بمعنى يعطي، ما احنا اخذناها. تماما. وموين اهو في الفيديو. اهي سوري، اللي قبلها اهي في بتاعة السنة، سوري الدرس اللي فات، الحصة اللي فات، موينان ام بي اوي كان سي يونيفين، وخدنا الصورة الناقصة بتاعتها ماما اعطوا مكان، وخدنا ميف، وخدنا يا ملك السلام وينان متكريني. فانت عايز حسب التعبير اللي انت عايز تطلقه، اديني كوباية مية او احضر لي كوباية مية. تمام. انا بس عايزة
أشوف كلمة هات جابها في اللغة العربية إيه بقى؟ أفستكجي يوحنا 20:27، يشوفها في يوحنا 20:27، قال له مد إيدك ولا قال له هات؟ يوحنا 20:27 تاني سقوتين. قال له هات، هات، تخيل انا خدتش بالي، قال له هات اصبعك الى هنا وابصر يدي، وهات يدك وضعها في جنبي. يعني حتى العربي يستخدم كلمة هات، هات يدك. ممكن نشوفها برضو هنا في 20 ساعة. انت عندك طبعا الكتاب المقدس على التليفون. قال له طب يقف انتوما جي ما تكتيب هنا، قال له ما تكتيب اي ام ناي و انا انا جي و افستك جي، سوري افستك جي. الاولانيه هم العربي قايل الاثنين هات، لكن في الابتي قال له ما تكتيب، ضع اصبعك اي ام ناي هنا، قال له ما بقى استخدم ما. فكلمة افيس جت هي في الموضع ده بس، ما جاتش في الحتة التانية. ومارون طبعا على بعضها ليتس جو، لكن لو عايز تقول فلنعمل حاجة تقول مارين بقى، مارين وبعديها ال الفيرب مارين او من اريو، يبقى فلنأكل مع بعض، فلنصلي مارين شليل and so on. لكن مارون معروف ليتس جو، هيا بنا، هيا بنا إلى اليهودية، هيا بنا إلى أورشليم، هيا بنا إلى الكنيسة. طيب أنا عايزة حد يلخص لي كل رامي، هو أنت رامي اللي معايا مش كده؟ يا عارفة صوت، ولو إنك جيت أوسك إذ في أو أب أوسك. I have work. I have an hope. اون اون تي ها هوب اون تي او هوب. اون تي هوب امار، او لو قلت اون ان تي هتقول ان هوب، لان اون تي ليها صورة ناقصة وصورة كاملة. تقدر تلخص لي بسرعة صيغة الأمر؟ اعتبر انت النهاردة تيتشر، لا أنا لسه مارس داخل. الأسبوع، أنت لسه داخل. طيب مين بقى يلخص لي كل الأمر، ال10 حالات اللي قلناهم، واديني اكزامبل واحد، اكزامبل واحد بس على كل حالة. مش صعبة يا جماعة، شليل اناف، ادي حالتين مش كده برضو؟ ما توفو طاهر، ادي تالت حالة. نمبر فور اللي هي قلناها ماتي هاب، احكم
او ما اسفو ما او مجي سيدك ما او ام تكنيب ما او ام فنوتي مجد الله. يعني انا شلت تي، ده فعل مركب. الثانية الأولانية كانت ما مع الفعل نفسه كله، زي ما أنا قلت ما توفو، الفعل توفو حطيت له ما، لكن ده الفعل تي او او، شلت تي عشان مركب حطيت ما او او. وبعده أخدت صور، الفعل تي يعطي، فبقول تي 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 هي قدامكم، موي ما مي، ده يعطي ده اعطي. وبعد كده أفضل حاجة الأمثلة، وقلت تشي النهاردة اللي أخدناه من النهاردة، قلت هو اللي بيستخدم أكتر تشي، لكن وجد إن إحنا بنستخدم برضه مو مي مويني. فيمينين ماسكولين بلورال، وخدنا الثلاثة اللي حكينا فيهم كتير، ثلاثة اللي هما على نسق واحد، كل صورة برضو في منها أم. وقلنا بعد كده إن الفعل المتصرف ما فيه صورة، قصدي في الفيوتشر اللي هو ال انفست فيوتشر، قلنا بيستخدم برضه في أمر، وقلنا التمني بيستخدم في أمر، واتكلمنا على الثلاثة الأخرانيين وخلص الحكاية. يعني الاكسبريشنز دي أمويني أو أمو إخون، أمو إيفول، أمويني أمو إيفشوي، أمو إيفيسيت. الموضوع سهل كده، احنا خلصنا صيغة الأمر. يبقى أول حاجة خدناها في صيغ الفعل، صيغة التمني، صيغة الأمر. إن شاء الله المرة الجاية اللي هي هتكون الجمعة اللي بعد اللي جاية بقى، هناخد صيغة النهي. وزي ما بقول إن إحنا بناخد الدروس مترتبة على بعضها كده، لأن في النهي هحتاج للأمر وهحتاج للتمني، فلازم نذاكر الاتنين دول علشان هينفعونا في النهي. سؤال بس يا دكتورة، أري إيه موت؟ الكيس مثلا التالتة اللي احنا قلنا ان الفعل بيجي في الأمر بيتضاف له ما، أنا دلوقتي بقى نعم عندي 3 حالات فيهم ما، مظبوط؟ يعني الحالة بتاعت ما اللي هي في صورة الفعل نفسها، وما اللي هي من تي، برافو. أوكي، دول مختلفين عن بعض، ماشي؟ يعني أنا أول حضرتك عندي فرقتيهم عن بعض. الأولانية أنا بضيفها على الفعل كله، وقلت غالبا الأفعال المسببة، خاصة الأفعال المسببة، وإحنا خدنا في درس الأفعال أنواع الأفعال، خدت الريفلكسيف فيرب وفي الكوزاتيف فيرب والكومباوند فيرب، وقلت الأفعال المسببة أعطيكم جدول، واخد مظبوط. لبالك؟ اللي انا قصدي فيه دلوقتي مثلا لما اقول ما تيهو دي بقى، بالظبط ده بقى بقت كلمة على بعض، ما بقتش مقطع متضاف على الفعل، قصدي يعني بقى الفعل نفسه ما تيهو، مش عبارة عن ما وتيهو. لا، مهما حولتها الأمر، تيهو يطلب تنتب هو وتنتيهو، نطلب ونسأل، لكن لما أقول أطلب حولتها الأمر ما تيهو، بس اللي هي هي مش مال اللي هي تي، يعني مش اعطي طلب لا لا يبقى لا لا لا، أنا ما شلتش حاجة،
ده انا ضفتها وقلت دي بالذات اللي هي كاية منها العامية المصرية، ما تروح ما تيجي ما تصلي ما تاكل ما تنام، دي مضافة ليه، خاصة الأفعال المسببة. لكن التانية الفعل كان كان كومباوند فير، فأنا شلت التي بتاعته وحطيت بدلها ما، اللي هي أصلا هي من دي، يعني ما بتاعت دي اللي قدامكم اهي، اللي هي امر من تي في حذف الكونستراكت فورم، هي اللي انا بكون منها الكومباوند فيرب لما احنا خدنا الافعال المركبه. تي هاب يحكم يقضي، شلت التي لان انا اصلا هاب يعني حكم او قضاء، او او مجد يعطي مجد يبقى تي او او، يعطي حكم يبقى تي هاب، يعطي درس تي اسبو، شلت كلمة يعطي فقلت بدلها اعطي، اعطي درس، اعطي حكم يعني احكم، اعطي مجد يعني مجد، اعطي علم يعني علم، بدل ما كان يعطي قلت اعطي اللي هي تي، اهو العنوان يحذف تي ويعطي مكانه ويوضع مكانه ما، وهي صيغة الامر من الصورة التركيبية للفعل اللي هو الفعل تي يعني. بس ما الأولانية اللي في الطريقة الأولانية نقدر دي نسميها بتبقى إيه؟ يعني هي نفسها كمقطع. زي ما سميت ما انا حطيت ناف أوكي. اضافه، ما انا اهو كاتبه لك باضافه ما الى بعض الافعال، يعني انا بضيفه علشان اخليه امر، زي ما بقول لك روح حاجه هات الحاجه الفلانيه، ما تروح تجيب الحاجه الفلانيه، صلي ما تصلي، بقول لك الكالتشر او الثقافه او الالفاظ المصريه في مصر جايه من القبطي اهو، ما هو كلمه صلي يعني هي امر، لك لما اقول لك ما تصلي ما تروح ما تيجي، فهي دي مضافه زي ما انا اضفت اناف أجس، أضفت دي برضو عشان أخليها أحولها لأمر، وبرضو بلفت نظركم تاني كلمة ما منلخبطش، دي ما مع الفيرب بتدي أمر، لكن في ما تاني كاسم اللي هي مكان، وده برضو داخل في تركيبات برضو بنستخدمها في العامية المصرية، أقول مكتب يعني مكان الكتابة، تمام؟ عشان كده أعطيتكم مثل ماما، أعطيتكم ماما يعني أعطي مكان للغضب، ماما إمي بونت، فين ماما؟ ماما امي بجنت، اعطي مكانا للغضب، فحطيت الاثنين، ما الاولانيه دي فير اللي هي الامر بدل تي اعطي، وما الثانيه مكان، ناخد بالنا اي لغه من اللغات، اي لغه من اللغات فيها حاجات فيها تحس فيها لبس، بس عايزه زي ما يكون بينها شعره خفيفه زي ما بيقولوا كده، على ماما ام بنت، ما الاولانيه
أمر من تي وما التانية مكان. يعني ممكن نستعمل ما مع هاب بقى، ممكن تبقى مانتي هاب، تبقى المحكمة، أو ما هاب يعني تحكم. مان مانتي هاب المحكمة. يس لا مانتي بس هاب دي محكمة. مكان، دي مكان، أه ما أنا فاهم، مكان الكوفي. يس قصدي في الحالتين يس يعني مانتي هاب محكمة وما هاب بيحكم بقى. بالضبط. ما ديت أمر اللي هي بدل تي مها، والتانية ما إن، مانتي هاب عشان يس. كده بننطقها ما انتهاب على بعضها. ما نسخاي مكان الكتابة. كل ما نقرأ أكتر كل ما الحاجات دي تثبت أكتر يا جماعة. هتقابلنا إحنا هنفهمها، بنفصصها لنفسينا، فهتلاقي نفسكم انكم مبسوطين اكتر انكم فاهمين الحاجات دي. اشؤن ماذا ايضا؟ ناتي الى ختام الامر كله، ان احنا اخذنا الامر لمناه على بعضه كل انواع الامر، علشان يعني هو بعض الكتب بيكتفوا بأنهم يدوا حاجة اللي فيها إضافة أو إضافة ما، والأولانيين في الثلاثة الأولانيين اللي بيكونوا، لكن إحنا عملنا زي ما بقول لحضراتكم زي بحث، لمينا كل حاجة تخص الأمر أو ممكن تستخدم ككوماند يعني. أتمنى إنكم تكونوا بتقروا وتكونوا سمعتوا النصيحة إنكم تذاكروا الدرس وهو لين، وفي نفس الوقت كل يوم تقولوا لها تصبحي على خير حلوة قبطية، وكمان بنقرأ أي جزء كل يوم، باراجراف الكتاب المقدس، أي حاجة، حتى لو رددنا في ذهننا جزء من المحفوظ من التسبيحة أو جزء من الكتاب المقدس، بس أردده بقى في فهم بقى دلوقتي، أفصصه حتة حتة مش ككل، لا حتة حتة أفصصه، لأن إحنا أخدنا جزء كبير من القواعد، القواعد متقدمة يعني advanced grammar أخدتوه مش قليل، فما تفوتوش حاجة إلا ما أنتوا تفسروها وتفصصوها بينكم وبين نفسكم. أحيانا بتكون المعاني لما بتخصصها بتدي لك معنى أقوى للكلمة، أكتر للإكسبريشن بتدي لك معنى عميق. تشبه متنتين ثينو إيماشو إيماشونا من راتي تينا ناب كيروتين خين في صوب إسنيو عرشان فنوتي أووش أووهنتين أونش.